تقديرا للمجهود والإنتاج العلمي وتشجيعا للباحثين على إجراء أبحاث علمية تخدم المجتمع بكافة مؤسساته، كرمت جامعة البعث عددا من باحثيها المتميزين في مجالات عدة. جامعة البعث حريصة جدا على دعم أبناء المتميزين، طلاب الدراسات العليا اللي عندهم يعني أبحاث عم تخدم التنمية المستدامة، تؤكد على هذا الموضوع بالإضافة إلى الأبحاث الهامة الأخرى جدا. المكرمون بيّنوا أن نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية المحكمة سيسهم في رفع تصنيف الجامعات السورية. البحث هو تطوير بروتوكول لاسلكي ليخدم المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة، وهو منشور في مجلة IEEE الأمريكية، وهي أهم مجلة في مجال علوم الحاسب، ويساعد في إعادة الإعمار خاصة في المناطق المدمرة. الاسم الاختراع العداد المغناطيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا شقيها الإعاقة والتفوق. الهدف من الجهاز هو إسقاط المدارس المناهج المدرسية من عمر الأربع سنوات لعمر 17 سنة على الجهاز، وتدريس على مادة الرياضيات. البحث بيهدف لتحسين خواص الخلطات الإسفلتية بمزيج بولمير كبريت، للتخفيف بشكل كبير أو للحد من تكاليف الصيانة الدورية الباهظة والمتكررة، وبنفس ما يحقق الاستدامة في عمليات الإنشاء. البحث هو عبارة عن اكتشاف سلوك الغير طبيعي ضمن التطبيقات. تأتي أهمية البحث في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات الاجتماعية. التكريم يأتي لدعم ثقافة الابتكار والتشجيع على المزيد من الأبحاث التي تسهم في نهضة سوريا عبر ربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل، ما يؤدي إلى التطور في المجالات العلمية والاقتصادية. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.